طيب عمر، مباشرة الزمالك كان لديه أخطاء كارثية ساذجة صادمة خلال المباراة الماضية أمام الإسماعيلي، كيف يتخطى هذه الأخطاء وكيف يتعامل معها أسره خلال الفترة الصغيرة اللي احنا بنتكلم فيها من ماتش الإسماعيلي لحد أصبح؟ هو عشان يتخطاها لازم يدرك إن هو السبب فيها. هو الوصف اللي أنت قلته هي أخطاء كارثية ساذجة. عامة الأخطاء الدفاعية يا إبراهيم نوعين، إما أخطاء فردية، لعيب بيخطأ خطأ فردي في التمركز، بيحاول يراوغ، بيسيب رقابة، الكلام ده كله، أو أخطاء تكتيكية، وقفة الفريق غلط. أزمة الزمالك في مباراة الإسماعيلي إنه ارتكب النوعين، هي أخطاء فردية ناتجة عن أخطاء تكتيكية أصلا. كم أدوار مركبة أداها أوزوريو للاعيبته واضح جدا إن هم ما استوعبوهاش. الكتير راح ان 3 2 4 1 خطه بيب جوارديولا الشهيره اللي بيكتسح بيها العالم حاليا حاول يستنسخها. ثانيه واحده، كثيرون ايوه حول بيب جوارديولا والله قليلون حول اخطاء اوسوريو في الزمالك. والله لما قلت الجمله لازعل يعني. لا هقول لك الجمله دي بس في سياق تاني بقى. اتفضل خلينا نقولها. طيب فكتير راحوا حوالين الموضوع ده 3 2 4 1 ومحاوله استنساخ اوزوريو للطريقه دي. ماشي. جمله جميله جدا تامر كان علق معاك عليها وقال ان اوزوريو قال سمعت ان سيرج اكا لعيب كويس فلعبت له حسام عبد المجيد. هنا بقى نقول الجمله، لا كمل بقى بقيه وبعد كده لقيت ان هو اكتشفت ان هو بيقول اكتشفت ان هو لعيب عادي جدا، مع ان هو لعيب مش عادي يعني. سيرج اكا لعيب جامد يعني كويس جدا وعامل شغل كبير جدا مع الاسماعيلي، بس القصه بقى كلها ان هو كثيرون حوالين حسام عبد المنعم حسام عبد المجيد قليلون حوالين رؤى. التركة ما كانتش في حسام عبد المجيد اطلاقا على فكرة، هو الدور المركب كان عند رؤى. الدور اللي بيلعبه جون ستونز في مانشستر سيتي اللي حاول يستنسخه اوزوريو، ان ستونز بيزيد في نص الملعب ويرجع تاني كقلب دفاع في الكرة مش معاه. تعال نشوف الحالات اللي معانا عشان نشوف ليه الاخطاء الدفاعية كانت مركبة ما بين اخطاء تكتيكية تسببت في اخطاء فردية. دي اول 30 ثانية في المباراة، عد معايا لعيبه الزمالك، ادي الاثنين اهم، اربعه قدامهم ومهاجم، اثنين اربعه واحد، فبالتالي في ثلاثه ورا اللي هم في الدفاع. نركز بقى هنا على رؤى. رؤى هو اللي كان دوره مركب يا ابراهيم. رؤى هو اللي كان بيرجع يلعب باك رايت والكره مش مع الزمالك، فبيبقى الدفاع رباعي والكره مش مع الزمالك بوجود رؤى كظهير ايمن، مش حسام عبد المنعم، مش حسام عبد المجيد هو اللي كان بيرجع. حسام عبد المجيد كان مكلف على طول برقابه سيرج اكا او مهاجمته. هنا تاني هو رؤى بدأ وكرة مع الزمالك يدخل في نص الملعب والدفاع يتحول بدفاع ثلاثي. طيب الشكل ده اللي في أول 30 ثانية يشرح لك كم الأخطاء اللي الزمالك وقع فيها في المباراة من أخطاء تكتيكية تسببت في أخطاء فردية. هنا بقى خطأ فردي، مفيش ظهير أيمن، رؤى مش عارف إن هو إمتى يروح يبقى ظهير أيمن، فراجع هو اللي داخل في جوه منطقة الجزاء وساب الراجل شبانة يواجه لوحده، فشبانة بالتالي سمح وعمل خطأ في منتهى السذاجة. هنا بص رؤى فين؟ في نص الملعب والكرة مع الزمالك.